في 26 من يونيو 2013 لجأت كثير من المحافظات إلى تشكيل لجان لإدارة وحل أزمة الوقود الخانقة التي تحولت إلى كارثة. في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين ضخها كميات إضافية في السوق تمنع استمرار أزمة الوقود وتكدس السيارات والحافلات أمام محطات الوقود. على صعيد آخر، هاجم عدد من كوادر وميليشيا جماعة الإخوان المسلمين اعتصام المثقفين أمام مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية باستخدام العصي والأسلحة البيضاء، كما وصل المثقفون اعتصامهم أمام مقر مكتب وزير الثقافة بالزمالك معلنين رفضهم أخوانة وزارة الثقافة. في اليوم نفسه أعلنت مصادر قبلية في محافظة سيناء خطة تعدها العناصر التكفيرية والمتشددة في سيناء للرد على أي محاولة لزحزحة حكم الرئيس مرسي، تضمنت عزل بعض المحافظات واحتلال المقر الأمنية واختطاف جنود وضباط الجيش والشرطة. كما تعرض عدد من كمائن الجيش في رفح وشيخ زويد للهجوم من جانب العناصر التكفيرية لبعث رسائل تهديد للقوات المسلحة قبل أن تطاردهم باستخدام طائرات الأباتشي. على جانب آخر، المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة يعلن أن 62% من الشعب يرفضون انتخاب مرسي في حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما كان المصريون على ترقب لنتائج خطاب الرئيس المتأكلة شرعيته آنذاك محمد مرسي المزمع إلقاؤه مساء 26 من يونيو على أمل التوصل إلى حل سياسي يجنب المصريين ويلات صدام الجماهير بين مؤيد ومعارض، لكن الخطاب جاء محبطا ومتحديا لرغبة الشعب المصري في التغيير ويدفع في اتجاه مظاهرات 30 من يونيو.